مرحبا بكم في القناة، نتمنىكم تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. هذا الفيديو هذا غنقدم لكم الجزء الثاني نتاع الكيك ديزاين بطريقة جد سهلة بجميع التفاصيل اللي ممكن أنها تعاونكم وتساعدكم في أنها تنجح معكم. فبالنسبة للمقادير غادي نبدأ. أول حاجة عندنا لمولي كيك، راه ديجا عندنا وجد وديجا قدمناه من قبل. غادي ندوزو دابا لكريم ديال الطبقة الأولى ديال هذا الكيك ديزاين. بالنسبه لاكريم غنستعمل نص سيترو ديال لاكريم فريش تكون بارده، 3 المعالق كبارين ديال حليب مركز محلى ما عامريش، 2 معالق صغار ديال نكهه الفراوله ليكيد، وعندي معلقه صغيره ديال نكهه الفراوله بلا كولور، و 2 حتى 3 العلب جبن فراوله. غنوضع لاكريم فريش في واحد الاناء، غادي نضيف ليهم 3 المعالق ديال حليب مركز محلى اولا 2 على حسب الذوق. غادي نطربهم حتى ضعف الحجم ديالهم. من بعد ما عقدت لي لاكريم غادي نضيف ليها 2 معالق صغارين نكهه الفراوله السائله وملعقه صغيره نكهه فراوله جل بلا كولور. غادي نضيف 2 علب حتى 3 ديال الجبن فراوله. هنا خلطتهم واحد شويه وعاد ضفت العلبه الثالثه وغنرجع نخلطهم حتى غيتماسك ديال الخليط. غنوضعو في لابوش ادوي وغنحتفظ به جانبا. لاكريم الثانيه احتاجت نص 4 لتر عفوا ديال القشده الطريه السائله، معلقه كبيره ونصف ديال الحليب مركز محلى، وعلبه واحده ديال كراميل، وعندي كذلك نكهه الكراميل ملعقه صغيره. غادي نوضع لاكريم، غادي نضيف ليها ملعقه ديال الحليب مركز وغادي نطرب الكل. بعد ما ضعف معايا الحجم ديال لاكريم وعقد، غادي نضيف ليه ملعقه صغيره نكهه الكراميل وعلبه واحده ياغورت كراميل. غادي نرجع نخلطهم حتى نحصل على كريمه اللي كتكون عقده، ونضعها في لابوشا دوي وندوزو للدغيساج. عندي هنايا استعملت شويه ديال اللوز والكركاع اللي غادي نقطعهم، والحليب باش غادي نسقي الطبقه الاولى. لاكريم راهم عندي موجودين. اول حاجه كنقطع اللوز قطع صغارين وكذلك الكركاع. غادي نجيب المولي كيك ديالي، هادو هما من بعد ما قطعتهم. غادي نسقي الطبقه الاولى بالحليب، غادي نجيب عود وغادي نثقبها كامله، وغنرجع نسقيها المره الثانيه باش ما تبقاش ناشفه. غادي نجيب لاكريم ديالي اللي كنت وضعتها في الثلاجه، غادي نحاول ندير بطريقه حلزونيه هاد لاكريم بلا ما نوصل الجوانب اللي غنوضع فيهم الغناش. غادي نحاول نسرحها بهذه الطريقه ونساوي لها السطح ديالها، وغنوضع عليها اللوز ثم القرقاع ثم كميه اللي هي لا باس بها تكون غير صغيره ديال القشده الطريه اللي ديجا طلعناها، يعني نفس الكريمه. غادي نسرحها وغنوضع الطبقه الثانيه، وبنفس الطريقه غادي نسقيها بالحليب، ندير لا كريم واللوز والقرقاع وهكذا. دائما ما كنوصلوش للجوانب وكنخليهم خاويين لان فيهم غندخلوا الكناش. كندير كميه ديال لاكريم وكنساويها باش كتلصق لي عليها طبقه ثالثه. غادي نوضعها في الثلاجه
وندوزو للطبقة الثانية نفس الطريقة. كنجيب القطعة الأولى كنسقيها بالكولاكاو، كندير الحليب مع كولاكاو اللي يكون مر وكولاكاو والحلو، يعني الكاكاو المر والحلو بجوج بهم، كنثقبها وكنرجع نسقيها. كندير لاكريم ديالي ديال الكراميل، كنحاول نساوي لها السطح ديالها، وكندير اللوز والقرقاع وكميه صغيره ديال لاكريم عاوتاني، وكنحاول نقادها باش كتلصق عليها القطعه الاخرى. غادي ندوز ونسقيها مرة أخرى ونعود ندير بنفس الطريقة لكريم اللوز والقرقع. شوية ديال لكريم ونحاول نقادها، وهكذا ساليت القطع بجوج. بنفس الطريقة غندير القطعة الثالثة وغادي نوضعهم في الثلاجة، وندوز نوجد الغاناش اللي فيه كيلو ديال الشوكولاتة البيضاء اللي غنقطعو قطع صغيرة، و 340 ملي ديال القشدة الطرية السائلة اللي وضعته على النار حتى يغلي، وكنضيف ليه الشوكولاتة ديالي اللي قطعتها. كنحاول انه نخلط غير باليد ديال الكاسرول ديالي وماشي باي ملعقة حتى كيدوب واحد شوية، وكنخلطو بملعقة خشبية، كنخليه يبرد تماما، ثم كندوز وكنطلعو بالباتور كنمونطيه. هنا انا فرشت ورق الزبدة القطعة الاولى، ودابا غندوز الكناش غنوضعو مع الجوانب اللي خليتهم ديجا خاويين. غادي نوضع الكناش على الجوانب كاملة ونليسيهم بسباتول بحال هكا، ثم ندوز وندير الكناش من الجهة الفوقانية ونرجع ونليسيها طريقة تانية. هنا الكناش الى جمد معكم وضعوه شوية في الميكرو اوند لمدة ديال 4 ديال الثواني وحيدوه. في هذه الاثناء كنكون انا درت الماء يغلي، كندير فيه سباتول ديالي وكنمسح بزيف اللي كيكون نقي، وكنبدا كنليسي حتى كنحصل على ليساج ديال هذا الكناش، كيجيني مليسي ومقاد وماشي طبقة تكون كبيرة على الاخرى او لا عالية على الاخرى. من بعد ما غنسالي غنوضعها في الثلاجه حتى تتماسك، وبنفس الطريقه كاع الطبقات بثلاثه بهم، وندوزو نوجدو الفوندون ديالنا. بالنسبه لعجينه السكر، طيب باش كتجي رخاميه انني كناخذ قطعه صغيره ديال اللون الوردي وكنلويه على هذه الطريقه هذه، ثم كنبقى كنلويه بيدي، ثم كنرجع نطويه وكنرجع عاوتاني كندلكو. وكل مره كنحاول انني كنديرو دائما بشكل طولي، كنلويه وكنرجع نطويه وهكذا. من بعد ما طلقتو بشويه ديال المايزينا، كنجيب لاطارت ديالتي من بعد ما جمد الكناش ديالي مزيان، وكنحطو عليها على هذا الشكل. كنحاول ليسي من الجهه الفوقانيه اولا، ثم الحواف ثانيا، ثم باليد ديالي كنحاول نلصق. الطريقه هي هذه، انني كل مره كنجبد هذا لاباتا سوكر من التحت، يعني عجينه السكر، وانا كنحاول كنقادها دائما كذلك مع الجوانب، وهكذا حتى كنساليها كامله. كنجيب سكين حاد اولا هاد الاداه اللي كنقطعوا بها، كنخلي سنتيم واحد وكنقطع، ما كنقطعش حدو قدو حتى كنقاد، كنجيب كنليسيها مع الجناب بحال هكا، عاد كنحيد دوك الزوائد. نفس الطريقه غندير القطع بثلاثه بهم وغندوزو دابا للدريساج. عندي هنا كنجيب هاد الاعمده ديال الشواء اللي كنقطعهم بنفس العبار اللي عندي ديال لا تارت. دونك كنجيب الاولى كنوضعها في الوسط، وكنوضع اربعه مع الجوانب اولا خمسه على حسب الرغبه. كنوضع عليهم شويه ديال الكناش، وكنجيب كنحط عليهم طبقه ثانيه، وبنفس الطريقه كنقطع اعمده على حسب العلو ديال نفس الكيك اللي عندي الطبقه الثانيه، وكنحط عليهم الكناش والطبقه الثالثه.
عندي هنايا باش كنلصق هذاك داك الزويقات باش كنزوق بهم فقط، كنجيب شويه ديال الماء والشيتا كنوضعها، كنجيب المول ديال السيليكون كنصنع منه معجينه السكر وكنلصقهم. هنا درت شويه ديال الملون الذهبي مع نكهه الحامض، وبها باش كنبين داك الجهه اللي كتكون فيها طريقه رخاميه باش كيكون الشكل واضح اكثر. بنفس الطريقه كنسالي، كنحاول ندير غير راس فقط ديال الفرشات، وكنحاول نتبع البلايص اللي عندي فيهم داك الخطوط اللي كتكون بين الابيض والوردي، وبهكا كنكون ساليت الحبات ديالي كاملين. كنجيب ورد اللي هما اصطناعيين وكنوضع هابي بيرثدي في الوسط، ثم ثلاث ورود الفوق، ثم ثلاث ورود كذلك على حسب الرغبه، دائما التزيين كيكون وهكذا. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعليق ديالكم كذلك. والى اللقاء في ملتقى اخر ان شاء الله، وصفات جدادين وكذلك تجارب اللي كيكونوا فعلا رائعين.